Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al kiram wal musyahidat, barakallahu fikum. Yaqulul masalul arabi, idza habbatir riyahu fahtanimha. Fa fi hadzal waqt ja'ana dhaifun karim. وهو الشيخ الفاضل فهد بن حسن الودان حفظه الله تعالى ورعاه ونرحب بفضيلة الشيخ. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، حيا الله شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، أخباركم طيب؟ الحمد لله يا رب. ما شاء الله، الله يرضى عنكم. ما شاء الله، الحمد لله. جاءنا ضيف كريم في هذا الوقت ونتعرف بفضيلته إن شاء الله تعالى، و نطلب منه بعض التوصيات للمشاهدين والمشاهدات. قبل ذلك سنتعرف بفضيلة الشيخ. أهلا بكم يا شيخ. حياكم الله. ما شاء الله. شيخ، لو عرفتمونا ترجمة مختصرة عن فضيلتكم حتى يعرف المشاهدون والمشاهدات. والله أخوكم فهد. نعم. ابن حسن الودعاني من المملكة العربية السعودية، تحديدا من منطقة الرياض في محافظة الخرج التابعة لها. يعني درست في السعودية وتعلمت فيها، وتخرجت من جامعة الملك سعود تخصص القراءات السبعة. ما شاء الله، بارك فيكم شيخ. ما شاء الله. وسمعت أنكم درستم على المشايخ. الحمد لله، يعني حضرنا دروسا عند بعض علمائنا الكبار كالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وابنه الشيخ عبد الرزاق البدر، وكذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، وغيرهم من أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأحياء منهم وأن يرحم من مات منهم. ما شاء الله، بارك فيكم يا شيخ. لا سمعت أنكم أكثرتم من زيارة أندونيسيا يا شيخنا، كم مرة في إلى إندونيسيا؟ والله يا شيخ زرتها أكثر من 10 مرات. يعني أنا يعني لو أستطيع أن أعبر عما يعني أجده من حب إندونيسيا وحب شعبها، وما رأيته فيها من الطبيعة الساحرة وال يعني الشواطئ الجميلة، يعني لما كفاه هذا البرنامج. يعني إندونيسيا لها علاقة جميلة وطيدة في قلبي، يعني إذا رأيتهم يعني تذكرت، يعني إذا رأيت البلاد تذكرت الجنة، وسألت الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يعني قلت إذا كان هذا جمال الدنيا الذي هو موجود في إندونيسيا وغاباتها الجميلة وطبيعتها الخلابة والضباب إذا خالط الجبال، يعني إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالجنة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلكم يا شيخ يا شيخنا أبا عبيدة، ويجعل أهل إندونيسيا ويجعل المستمعين ويجعل المسلمين والمسلمات من أهل الجنة يا رب العالمين. ما شاء الله، بارك فيكم يا شيخنا. والحمد لله في هذا اليوم أيضا نحن عندنا برنامج مع فضيلة الشيخ فهد بن حسن الودعان، اليوم العلمي في جامع مسجد الفرقان، في مسجد جامع الفرقان، مع طلاب وطالبات معهد الفرقان بدراسة منظومات لفضيلة الشيخ وليد السويدان حفظه الله تعالى ورعاه. طيب، ما رأيكم يا شيخ أن شعب إندونيسيا على سبيل العموم وأن طلاب معهد الفرقان على سبيل الخصوص؟ والله يا شيخ، أما عن الشعب الإندونيسي نعم، فما رأيت يعني من الشعب الإندونيسي إلا كل الود، إلا كل اللطافة. بل سبحان الله، أنا في هذه الزيارة قد صحبتني والدتي حفظها الله، فكانت الوالدة يعني هي أول زيارة لها في إندونيسيا، فكانت تقول سبحان الله هذا الشعب ما رأينا منه إلا الابتسامة. وسبحان الله، يعني كما قال يعني الملك سلمان حفظه الله، قال الشعب الإندونيسي إخواننا وأعزاء لدينا. سبحان الله، يعني العلاقة بين الشعب الإندونيسي وبين يعني الشعب السعودي وبل بين الشعوب الإسلامية يعني علاقة جميلة جدا. يعني سبحان الله، يعني لا أشعر
وأنا أقولها صادقا، هذه تعابير يا شيخ يعني نعم. تخرج من القلب. أي. صراحة لا أحس بالغربة في إندونيسيا. أي. لما كأني بين أهلي، كأني يعني في السعودية سبحان نعم. الله. وأما عن الطلاب في الدورة فالحمد لله يعني ألقينا يعني بعض الدروس هنا عند الطلاب، فرأينا منهم ما شاء الله التفاني في الطلب، ورأينا منهم الحرص على المعلومة، ورأينا منهم الجواب إذا سألنا، وهذا دل على اهتمام الطلاب بل ورعاية الأساتذة لهم. فيعني ما شاء الله تبارك الله رأينا طلابا جادين يحرصون على العلم، يحرصون على الانتفاع، وما شاء الله على، وهذه نعمة من الله عز وجل أن يهيئ لهؤلاء الطلاب يعني مشايخ هم على المنهج الصحيح، يعني يعلمونهم الوسطية، يحاربون التطرف، يعني يعلمونهم كيف يعني ينفعون دينهم، كيف ينفعون وطنهم، كيف يدفعون عنهم الأفكار السيئة، العقائد الفاسدة، وهذه نعمة من الله عز وجل. نعم ما شاء الله بارك فيكم شيخنا. شيخنا الحمد لله في هذا المعهد عندنا برامج كثيرة في التربية والتعليم، الحمد لله عندنا مدارس في كل المراحل من روضة الأطفال إلى الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعهد العالي، وكذلك في الدعوة والاجتماعية عندنا دعوة مثلا في هذا قناة الفرقان تي في يسمى، كذلك نشر الدعوة بالتعليف والخطابة وغير ذلك، كذلك الأمور الاجتماعية عندنا مساعدات للأرامل واليتامى، وكذلك للمصابين بالمصائب أيضا. في من هذه البرامج الدعوية في هذا المعهد هذه القناة، قناة الفرقان تي في، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا وسيلة لنشر الدعوة. يا شيخنا عندنا سؤال، يعني ما أهمية هذه القنوات لنشر الدعوة لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشركيات والبدع والأهواء، وما أهمية الدعاة وطلاب العلم في دورهم لنشر العلم النافع والتوحيد ونشر السنة؟ تفضل شيخ. والله أقول يا شيخ ما شاء الله تبارك الله يعني قد اطلعت على يعني جهود الإخوة في مسجد جامع الفرقان، وكذلك يعني رأيت يعني الدروس المتعلقة بهذا المسجد ما شاء الله تبارك الله، وجدناها يعني دروسا تهتم بنشر المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهذه نعمة عظيمة. يعني تذكروا دائما قول الإمام الشافعي أنه يعني لا المكان الذي يسكن فيه لا بد أن يكون فيه عالم يداوي يعني عالم يعني ينشر الملة وطبيب يداوي العلة. الحمد لله يعني وجود العلماء الذين هم على المنهج الصحيح هذا شيء طيب جدا. وكذلك لا يخفى على المستمع الكريم ما للدعوة إلى الله عز وجل من أثر عظيم. فالدعوة إلى الله عز وجل يعني ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها وأن يسعوا لها بكل أنواع الوسائل، فمن قائم بالإمامة، ومن قائم بالأذان، ومن قائم بالتأليف، وكذلك من قائم بالدعوة إلى الله عز وجل عبر الوسائل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيون، عبر وسائل التواصل تويتر، فيسبوك وغيرها. هذه يعني وسائل قد فتحها الله عز وجل علينا لم يفتحها لمن كان قبلنا، وهذه نعمة يعني من شكرها أننا ننشر العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أن ننشر هذا العلم الوسطي بين المسلمين. كم من يعني بعض الناس من وقع في الشركيات، من هو غارق في عبادة الأوثان، من هو يدعو غير الله، من هو يسأل غير الله، يعني ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن ينبروا لمثل هذه المنابر، ينشروا دعوة
التوحيد فيها، فالدعوة إلى الله عز وجل من فضلها أنها أحسن كلمة تقال في الأرض، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وإلى غير ذلك من الفضائل. نعم، ما شاء الله، بارك فيكم شيخنا. أخيرا شيخنا، لختاما، هل من نصيحة للمشاهدين والمشاهدات على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، يعني المشاهدين والمشاهدات حتى يشاهدوا هذه القناة، هل من كلمة؟ والله يا شيخ، الوصية العامة يعني للمشاهدين والمشاهدات، الأولى الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الثانية الإخلاص لله عز وجل، أن نخلص لله في عباداتنا، فلا نصرف العبادات لغير الله عز وجل، وأن نصفيها من جميع الشوائب التي تحبطها من الرياء والسمعة. وكذلك الوصية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الفلاح والهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك الوصية على طلب العلم عند العلماء الراسخين الربانيين. وأما الوصية الخاصة فهي أن أدعو إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات إلى مشاهدة مثل هذه القناة، قناة الفرقان تي في، التي تنشر الإسلام والمبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. ولو كنت امرأة يعني اندونيسيا لتابعت هذه القناة واستفدت من علم مشايخها الذين يخرجون فيها. فأوصيكم بمشاهدتها وبنشرها للمسلمين، ينتفعوا بها، يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بها يبتعدوا عن المخالفات الشرعية، بها يعبدوا الله على بصيرة، بها يرفعوا الجهل عن أنفسهم، بها يرفعوا الجهل عن أمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم، وأنا لي الشرف الكبير يعني في خروجي أولا مع شيخنا أبي عبيدة، ثم في هذه القناة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها تبلغ الآفاق بنشرها الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف. آمين 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 يا رب. جزاكم خيرا يا شيخنا شيخ فهد على حضوركم وعلى الكلمة الطيبة والوصية لجميع المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.